أهلا وسهلا بكم. نكمل المحاضرة الثالثة من كتاب العاقل ليوفال نوح هراري. وقد وصلنا بالحديث عن تطور الإنسان والأنواع الأخرى المختلفة من جنس الإنسان. وصلنا إلى ما أطلق عليه الكاتب بعنوان قيمون على إخوتنا. يقول: رغم ميزات النار، كان البشر قبل 1,050,000 سنة ما يزالون كائنات هامشية. كان باستطاعتهم حينها إخافة الأسود وتدفئة أنفسهم في الليالي الباردة وحرق الغابات المتفرقة كليا. لكن إن أحصينا جميع أنواع البشر مجتمعة، فإن تعدادهم لم يكن يتجاوز 1,000,000 نسمة، يعيشون بين أرخبيل إندونيسيا وشبه جزيرة إيبيريا مجرد نقطة ضوء على شاشة الرادار البيئي. كان نوعنا الإنسان العاقل موجوداً بالفعل على مسرح العالم، لكنه كان منشغلاً حتى ذلك الوقت بتدبير أموره في زاوية بإفريقيا. لا نعرف تحديداً أين ومتى بدأت الحيوانات المصنفة كإنسان عاقل تتطور من صنف بشري سابق، لكن يتفق معظم العلماء على أنه قبل 1,050,000 سنة كان شرق إفريقيا مستوطناً من قبل العقلاء الذين بدوا مثلنا تماما، بحيث لو ظهر أحدهم في مشرحة حديثة فإن متخصصا في علم الأمراض لن يلحظ شيئا غريبا يميزه. وبفضل النار كان لديهم أسنانا وفكا أصغر من أسلافنا، في حين كان لديهم أدمغة ضخمة تساوي حجم أدمغتنا. يتفق العلماء أنه أيضاً قبل 70,000 سنة تقريباً انتشر العقلاء من شرق أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية، ومن هناك اجتاحوا سريعاً جميع الكتلة القارية الأوراسية. عندما وصل الإنسان العاقل إلى الجزيرة العربية كان معظم أوراسيا مستوطناً حينها من قبل أنواع بشرية أخرى، فما الذي حدث لهم؟ هناك نظريتان متضاربتان: نظرية التهجين، والتي تخبرنا عن انجذاب وعلاقات جنسية وامتزاج، فحسب هذه النظرية تزاوج المهاجرون الإفريقيون الذين انتشروا حول العالم مع مجموعات بشرية أخرى، وبشر اليوم هم نواتج ذلك التهجين. على سبيل المثال، عندما وصل العقلاء إلى الشرق الأوسط وأوروبا التقوا بإنسان نياندرتال، وهؤلاء البشر أقوى عضليا من العقلاء وأدمغتهم أكبر، وكانوا أكثر تكيفا مع المناخات الباردة. استخدموا النار والأدوات، وكانوا صيادين جيدين، ويبدو أنهم اعتنوا بمرضاهم وعجزتهم. فقد اكتشف علماء الآثار عظاما لأفراد من النياندرتال عاشوا عدة سنوات مع إعاقات جسدية حادة، ما يدل على أن أقاربهم كانوا يعتنون بهم. عادة ما يصور النياندرتال في الرسوم الكاريكاتورية على أنهم سكان كهوف، نمطيون أغبياء وهمج، لكن هناك أدلة حديثة غيرت هذه الصورة. وفقا لنظرية التهجين، عندما انتشرت مجموعة العقلاء في أراضي مجموعة نياندرتال فإن المجموعتين تزاوجا معا حتى اندمجتا، وإذا كان هذا هو ما حدث فإن الأوراسيين اليوم ليسوا عاقلين أنقياء، إنهم خليط من العقلاء والنياندرتال.
وبالمثل عندما وصل العقلاء إلى شرق آسيا تزاوجوا مع الإنسان المنتصب. وهكذا فإن الصينيين والكوريين هم خليط من العقلاء والمنتصبين. تسرد النظرية المضادة والتي تسمى نظرية الإحلال قصة مختلفة محورها الاختلاف والنفور وربما الإبادة الجماعية. وفقا لهذه النظرية فإن العقلاء وبقية الأنواع البشرية كانت لديهم اختلافات تشريحية وعلى الأرجح عادات تزاوج مختلفة بل وحتى روائح أجسام مختلفة، وأن الاهتمام الجنسي لأحد النوعين بالآخر كان ضعيفا جدا. وحتى لو وقع روميو نياندرتال في هوى جولياتا العقلاء فلن يمكنهما إنجاب أبناء يتمتعون بالخصوبة، لأن الفجوة الجينية الفاصلة بين المجموعتين لا يمكن تجاوزها أصلا. بقت المجموعتان متمايزتين تماما، وعندما مات نياندرتال أو قتل ماتت جيناته معه. وفقا لهذا الرأي فإن العقلاء حلوا محل كل المجموعات البشرية السابقة دون أن يندمجوا معها. فإذا كان هذا ما حدث فإن أنساب جميع البشر المعاصرين يمكن إرجاعها حصريا إلى شرق إفريقيا قبل 70,000 سنة. واستنادا إلى هذا فإن كل واحد منا هو عاقل نقي. يترتب الكثير على الجدال الدائر بين هاتين النظريتين. فمن منظور تطوري تعتبر 70,000 سنة فترة قصيرة نسبية، وإذا كانت نظرية الإحلال صحيحة فإن كل البشر الأحياء لديهم مخزون جيني واحد تقريبا والفروق العرقية بينهم تافهة. لكن إن كانت نظرية التهجين صحيحة فستكون هناك اختلافات جينية بين الأفارقة والأوروبيين والآسيويين تعود لمئات آلاف السنين، ويشكل هذا ديناميتا سياسية قد يقدم وقودا لنظريات عرقية متفجرة. في العقود الأخيرة كانت نظرية الإحلال هي النظرية الرائجة في الحقل العلمي، سندتها أدلة من علم الآثار أصلب من منافستها وكانت أصح من الناحية السياسية. لم يكن للعلماء رغبة في فتح صندوق بندورا العرقي بادعاء تنوع جيني كبير بين المجموعات البشرية الحديثة، لكن ذلك انتهى في عام 2010 عندما نشرت نتائج جهود 4 سنوات لتحديد جينوم نياندرتال. تمكن علماء الجينات من جمع ما يكفي من الجينوم السليم من أحافير نياندرتال لعقد مقارنة شاملة بينه وبين جينوم الإنسان الحديث. أذهلت النتائج الوسط العلمي. اتضح أن ما بين 1.4% من جينوم البشر المميز للمجموعات المعاصرة في الشرق الأوسط وأوروبا هو جينوم نياندرتال. صحيح أنها ليست نسبة كبيرة لكنها مهمة. جاءت صدمة أخرى بعدها بعدة أشهر عندما استخلص جينوم من أحفورة عظمة إصبع تعود إلى فرد من نوع الدينيسوفا. أظهرت النتائج أن نسبة تصل إلى 6% من جينوم الميلانيزين وسكان أستراليا الأصليين المعاصرين هو جينوم الدينيسوفا. إن كانت هذه النتائج صحيحة، ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن أبحاثا إضافية تجرى قد تعزز أو تعدل من هذه الاستنتاجات، فإن مؤيدي نظرية التهجين يمتلكون على الأقل شيئا من الحقيقة،
لكن هذا لا يعني أن نظرية الإحلال خاطئة تماما. فبما أن النياندرتال والدينوسوفان ساهما بكمية ضئيلة في الجينوم فقط في جينومنا الحالي، فمن المستحيل إذن الحديث عن اندماج بين العقلاء وبقية الأنواع البشرية. فمع أن الاختلافات فيما بين هذه الأنواع لم تكن كبيرة بما فيه الكفاية لمنع تزاوج خصب، إلا أنها كانت كافية لجعل مثل هذا الاتصال نادرا جدا. كيف إذن يمكننا فهم الصلة البيولوجية بين العقلاء والنياندرتال والدينيسوفان؟ من الواضح أنهم لم يكونوا أنواعا مختلفة تماما مثل الخيول والحمير. من ناحية أخرى لم يكونوا مجرد مجموعات مختلفة من نفس النوع مثل البولدوغ والسبانييل. إن الواقع البيولوجي ليس أبيضا أو أسود، فهناك أيضا مناطق رمادية مهمة. فكل نوعين متطورين من سلف مشترك كالخيول والحمير كانا في وقت ما مجرد مجموعتين من نفس النوع كالبولدوغ والسبانييل، ولا بد أن هناك نقطة زمنية كانت المجموعتان فيهما قد أصبحتا مختلفتين إحداهما عن الأخرى كثيرا، لكنهما كانتا ما تزالان قادرتين في فرص نادرة على ممارسة الجنس وإنتاج صغار يتسمون بالخصوبة. ثم قطعت طفرة أخرى ذلك الخيط الرابط الأخير وسارت المجموعتان في طرق تطورية منفصلة. يبدو أنه قبل 50,000 سنة كان كل من العقلاء والنياندرتال والدينوسوفان على تلك النقطة الحدودية، كانوا تقريبا وليس تماما أنواعا منفصلة كليا، وكما سنرى في الفصل اللاحق. كان العقلاء بالفعل مختلفين جدا عن النياندرتال والدينيسوفان، ليس بالشفرة الجينية والصفات الجسمية فحسب، بل وأيضا في القدرات الذهنية والاجتماعية. ومع ذلك يبدو أنه كان ممكنا في فرص نادرة أن ينتج العقلاء والنياندرتال ذرية خصبة. إذن فلم تندمج المجموعتان، لكن قليلا من جينات نياندرتال المحدودة وجدت توصيلة مجانية في الطريق السريع للعقلاء. إنه لأمر مقلق وربما مثير أن نفكر في أننا نحن الإنسان العاقل عاشرنا مرة حيوانا من نوع مختلف وأنجبنا أطفالا معه. ولكن إن لم يندمج النياندرتال والدينيسوفان وبقية الأنواع البشرية مع العقلاء، فلما اختفوا؟ يدور أحد الاحتمالات حول أن الإنسان العاقل قد دفعهم إلى الانقراض. تصور مجموعة من العقلاء تصل إلى وادي في البلقان حيث عاش النياندرتال لمئات آلاف السنين. بدأ القادمون الجدد بصيد الظباء وجميع الثمار والتوت التي كانت الغذاء الاعتيادي للنياندرتال، ولأن العقلاء كانوا أكثر مهارة في الصيد والجمع بفضل التقنية الأفضل والمهارة الاجتماعية المتفوقة، فإن أعدادهم تضاعفت وانتشرت. وهكذا واجه النياندرتال وهم الأقل صعوبات متزايدة في إطعام أنفسهم، ثم تضاءل عددهم وببطء أصابهم الفناء، عدا ربما فرد أو فردين التحقا بجيرانهم العقلاء. ويدور احتمال آخر حول أن منافسة على الموارد قد اشتعلت وأدت إلى عنف ومذابح جماعية، والتسامح ليس سمة من سمات العقلاء، فإن اختلافا صغيرا في لون الجلد أو اللهجة أو الدين كان كافيا في العصور الحديثة لدفع مجموعة من العقلاء للشروع في إبادة مجموعة أخرى.
فهل كان العقلاء الغابرون أكثر تسامحا تجاه نوع مختلف كليا من الأنواع البشرية؟ لعل لقاء العقلاء بنياندرتال أنتج أول وأهم حملة تطهير عرقي في التاريخ. كيفما جرت الأحداث، يطرح نياندرتال وغيره من الأنواع البشرية أحد أهم الأسئلة التاريخية من نوع ماذا لو؟ تصور كيف ستؤول إليه الأمور لو بقي نياندرتال أو الدينيسوفان جنبا إلى جنب مع الإنسان العاقل. أي نوع من الثقافات والمجتمعات والبنى السياسية قد تنبثق في عالم يحوي عدة أنواع بشرية مختلفة تعايشت معه؟ كيف ستتجلى العقائد الدينية على سبيل المثال؟ هل سيعلن سفر التكوين أن النياندرتال انحدروا من آدم وحواء؟ هل سيموت يسوع من أجل خطايا الدينيسوفان؟ وهل سيحجز القرآن مقاعد في الجنة لجميع صالحي البشر مهما كان نوعهم؟ هل كان النياندرتال ليتمكن من الخدمة في الجحافل الرومانية أو في البيروقراطية المترامية الأطراف لإمبراطورية الصين؟ هل كان الإعلان الأمريكي للاستقلال سيحوي حقيقة بديهية هي أن جميع أعضاء جنس الإنسان خلقوا سواسية؟ وهل كان ماركس ليحث العمال من كل الأنواع على الاتحاد؟ عاش الإنسان العاقل خلال 10,000 سنة الماضية وهو يألف كثيرا أنه النوع البشري الوحيد، لدرجة أنه من الصعب علينا تصور احتمال آخر. سهل عدم وجود إخوة وأخوات لنا علينا تصور أننا صفوة الخلق وأن هناك هوة تفصلنا عن بقية مملكة الحيوان. وعندما أشار داروين إلى أن الإنسان العاقل مجرد نوع آخر من الحيوانات، طار الناس غضبا. وحتى يومنا هذا هناك من يرفض قبول الأمر. لو كان لنوع نياندرتال أن ينجو، فهل كنا سنبقى على تصور أنفسنا خلقا منفردا؟ ربما كان هذا هو السبب تحديدا، هو ما جعل أسلافنا يمحون نياندرتال من على وجه الأرض. كانوا مألوفين لدرجة أنه لا يمكن تجاهلهم، ومختلفين لدرجة أنه لا يمكن تحملهم. سواء أكان العقلاء هم الملايين أم لا، فإنه لا يمضي سوى وقت قصير من وصولهم إلى وجهة جديدة حتى تنقرض المجموعات المحلية هناك. تعود البقايا الأخيرة لإنسان سولو إلى 50,000 سنة تقريبا، واختفى إنسان الدينيسوفان بعد ذلك بفترة وجيزة، وانقرض نياندرتال قبل 30,000 سنة تقريبا. أما الإنسان شبيه الأقزام فقد اختفى من جزيرة فلوريس قبل 12,000 سنة تقريبا. ترك الجميع وراءهم بعض العظام وأدوات حجرية وقليلا من الجينات في جينومنا وكثيرا من الأسئلة دون إجابة. وتركونا وراءهم أيضا نحن الإنسان العاقل آخر الأنواع البشرية. ماذا كان سر نجاح العقلاء؟ كيف تدبرنا أمور استيطاننا السريع في كثير من المواطن المتباعدة والمتباينة بيئيا؟ كيف دفعنا بكل الأنواع البشرية الأخرى إلى النسيان؟ لماذا لم يتمكن حتى نياندرتال وهو الأقوى والأذكى والمقاومة للبرد من النجاة أمام انقضاضنا؟ ما يزال الجدل على أشده، وأكثر الإجابات احتمالا هو ما يجعل الجدل ممكنا. غزا الإنسان العاقل العالم بفضل لغته المميزة قبل أي شيء آخر.